الزمان زوال يوم الجمعة والمكان فندق بمدينة دار البيضاء. أما الحدث هو اندلاع النيران بهذا الفندق المصنف واللي كترجع ملكيته لرجل أعمال شهير وزير الصناعة حفيد العالمي، والسبب حسب معينة شوف تي في راجع لاندلاع النيران في جهاز الفريتوز. كانت سخونة دابا ما كانت سخونة جوكو فيها الزيت يشعل فيها العافية. الحديث ولحسن الحظ ما خلفش ضحايا في الأرواح، وتمكنوا العاملين وزبناء الفندق من المغادرة عبر سلالم الإغاثة، والحمد لله على لطف الله.